يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول الله سبحانه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وبين قوله سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين؟ يا أخي ما فهمت، الله يهديك. في فرق بين القاسط والمقسط، مقسط هذا العادل، والقاسط هذا الجائر. يحتاج أنك تدرس اللغة العربية. أنت العجيب أنك عربي ولا تدري وش القاسط من المقسط. راجع دواوين اللغة والقواميس نعم.